شيء قدير، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نسيت ايش كنت بقول. اي والله صباحكم الله بالخير. والله اني نسيت ايش بقول والله، لكن سمعت كان نواف. وين نواف؟ انا نسيت. تفضل صدقة. بتكلم عن موقف صار لي قبل شوي. تفضل بر الوالدين. تفضل. طيب. بتكلم عن موقف صار لي قبل شوي. دايماً مسكت الخط. يلا تفضل. أول شيء بيض الله وجيكم جزاكم الله خير. و يقول إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. نعم. طبعاً أنا قبل فترة جيت هنا وقلت لكم إن أنا أتمنى. قلت لك إني أتمنى إني أصير حليم. اتمنى اني اصير حليم. حلو. فممكن يجيك واحد يعطيك حذف عليك كلمه من هنا مقصوده غير مقصوده. انا اتكلم عن نفسي، قبل شوي انفجرت فجاه واحد ما له ذنب ضعيف. ف جيت انا كنت بقول كلام ما ادريت ايش بقول، فجاء في بالي الحلم. ما تقدم احد، ما تقدم ربعه، ما تقدم اخوانه، ما تقدم محيطه اللي حوله، ما تقدم الناس في الدوام، ما تقدم القبيله حق، ما تقدم الصف اللي فيه او المكان اللي فيه الا تلقاه حليم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فيه منزله يبلغها الحليم في الجنه، في اعلى الجنه. مع الحديث ان من ترك المراء وكان محقا وذكر من ضمنها الحليم. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من النسيان المتراكم فوق راسي، لكن والله العلي العظيم اني احاول اكون حليم. وعليكم بالحلم، فإنه يخليك سيد عند ربعك وسيد عند قومك، وتحمل السفي وتحمل الطيب وأي واحد تحمله، والله العلي العظيم إن تلقاه يقدمك بكرة. وصلى الله وسلم على محمد. نسيت يوم جيت أنا وأنا أنسى كل شيء. حاجة ثانية يا شباب، لا ثانية ذي. مامي هو مدرب، طبعا مدرب جري، فقاعد أسولف وياه. قلت أنا بعد إصابة زيد وزني نبغى تمرين. قال بعد البث، إذا خلص البث الساعة 7 تمرن في اليونانية. فاليوم أول حصة تدريبية إن شاء الله أنا بكون معه. اللي يبغى يكون معنا الله يجزاه خير. الرياضة ها؟ لأنه مشغول، هو مشغول. إيه، فبعد البث إن شاء الله الساعة 7. لا هو ما شاء مهندس صوت وعنده فريق يشتغل معه تدريب جري. فأول واحد بكون معه أنا. عدد المواهب. وياك يا أستاذ عادل. وين نواف؟ ضيعت ولد بيقول لحاجة ضيعتها. هذا الشمال. اي والله.